سيد مهند، برأيك هل تتوقع أن يكون هناك زيادة لسه بالأعداد، يعني بظل استمرار الوضع المعيشي الصعب بالنسبة لمعظم السوريين الموجودين اليوم في مناطق، خاصة مناطق يعني وجود النظام أو حتى خارج سيطرة النظام؟ بالتأكيد، يعني نحن من شوي حكينا عن الانتحار ومنلاقي أنه عم يزيد طبعا مع زيادة الضغوط، ومعروف نحن بالكوارث والأزمات والحروب بيكون في عنا اضطراب رئيسي هو اضطراب الكرب ما بعد الصدمة PTSD، يعني بيصيب 90% أو أكثر ممكن الجميع اللي بيتعرضوا لحوادث مؤلمة. وطبعا مع إطالة مدى الأزمة اللي صلى من 2011 الحروب والأمور هي كلها أمور ضاغطة على الفرد، فكلما طال عمر الأزمة كلما ازداد الوضع سوءا. ونحن عم نحكي عن جانب الاضطرابات النفسية فقط، ولكن بالتعريف العالمي للصحة النفسية مو مجرد انعدام الاضطرابات النفسية، هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة. والصحة يعني أن تكتمل صحة الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا، ولذلك يعني الإنسان وقت بيحس بالعافية بيقدر يشحن قدراته لحتى يواجه أنواع الإجهاد أو الضغط اللي عم بيمر فيه. ومو بس قدرة الفرد على إدارة أفكاره ومشاعره وانفعالاته هي مسؤولة عن صحته النفسية، لا، نحكي عن العوامل الاجتماعية والعوامل البيولوجية والعوامل النفسية الشخصية. فيما يتعلق في الوضع داخل سوريا، نحن بنحكي على مستويات تحت الفقر، أغلب السكان على 22 مليون عم بيعاني من سوء الأمن الغذائي، عم نحكي عن ظروف قاهرة خلت بعض المختصين في الصحة النفسية يحكوا عن مصطلح جديد بيختص بالحالة النفسية للسوريين اللي يسموه متلازمة الدمار الشامل Human Divisation Syndrome، لعجز الأطباء النفسيين وغيره على الكم الهائل من الدمار الانفعالي والجسدي، ويعني الناس متعبة جدا جدا جدا. ولذلك نحن بنتوقع الأسوأ، ففعلا بدنا ندمج يعني بسياساتنا يكون عندنا أفق واضحة لهذا الموضوع، لأن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة. وطبعا اضطراب ما بعد الصدمة معروف كتير حكيتوا عنه عبر قناتكم الكريمة. الناس اللي بسوريا مو بس اضطراب ما بعد الصدمة، في الكومبلكس تروما، الاضطراب النفسي، اضطراب ما بعد الصدمة المعقد. يعني أنا وقت اللي بيجي واحد تعرض لقصف أو حرب أو قتل، وبعدين تعرض لهدم المنزل، تعرض للنزوح للجوء، ففي عنا صدمات متعددة، وهذا الشيء بيكون أثره أكبر. ومع إطالة المدة على الصدمة ممكن تأخذ أشكال تانية، لأني نحن على أمل أنه يوصل الوعي بأهمية الصحة، لازم يكون يشعر بالأمان الشخص.